94 من هذه الباقة المميزة. كلمة اليوم كلمة بوكس، بوكس بمعنى صندوق. سوف نتعلم أسرار هذه الكلمة وجميع استخداماتها وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس مباشرة حين نشرها، وشارك هذا الفيديو مع جميع أصدقائك. في نهاية هذه الحلقة، كلمة بوكس تأتي بمعنى صندوق، علبة أو كشك، وأيضا تأتي بمعنى لكمة. بوكس صندوق، علبة، كشك. مثال أول: She ate a whole box of chocolates that night. She ate a whole box of chocolates that night. لقد أكلت علبة كاملة من الشوكولاتة في تلك الليلة. هنا تأتي بمعنى the contents of a box، محتوى العلبة، محتوى العلبة. She ate a whole box of chocolates that night. ممتاز. المثال الثاني: A television set. تأتي بمعنى جهاز تلفزيون أحيانا، كلمة box. We sat around watching the box. We sat around watching the box. جلسنا نشاهد إلى التلفاز. We sat around watching the box. جلسنا نشاهد التلفاز. She gave him a box on the ear. She gave him a box on the ear. أعطته لكمة على أذنه. She gave him a box on the ear. وهنا بمعنى لكمة، كلمة box بمعنى لكمة. She gave him a box on the ear. أما أهم مرادفات كلمة box: carton, case, pack and wrap. وكل واحدة أمامها المعنى، حاول أن تحفظ هذه المرادفات. كلمة box، استخدم كلمة box الآن في جملة واكتب هذه الجملة أسفل هذا الفيديو في التعليق، ولا تنسى تكرار جميع الكلمات والجمل بصوت مرتفع حتى تحفظ اللفظ الصحيح وتكتبها في كراسك وتحفظ الكتابة لجميع الكلمات. شكرا لكم على المتابعة، واستمروا بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية، وانتظرونا في الحلقة القادمة مع كلمة جديدة، كلمة boy، سوف نشرحها بالتفصيل أيضا. شكرا لكم وإلى اللقاء.